اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا آمين يومنا آمين يومنا آمين واغفر يومنا آمين واغفر بها ذنوبنا آمين واغفر بها ديننا آمين واغفر بها أحوالنا آمين وبلغ بها أملنا آمين وقبل بها توبتنا آمين واغفر بها حوبتنا آمين وانس بها وحشتنا آمين وارحم بها غربتنا يا رب العالمين آمين اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين آمين وعرق منا الجبين آمين اللهم ارحمنا إذا وري علينا التراب آمين وانقطع منا الأهل والأحباب آمين اللهم ارحمنا إذا غلقت من قبور الأبواب آمين اللهم ارحمنا في الأكفان آمين اللهم ارحمنا إذا حملنا الأعناق آمين اللهم ارحمنا إذا سرنا القبور آمين اللهم ارحمنا إذا في اللحود آمين اللهم يسر بها أمورنا وفرج بها كروبنا آمين تقبل منا أقبلنا آمين شافينا وشافي مرضانا ومرضى المسلمين آمين ارحم موتانا وموتى المسلمين آمين اللهم بجاه لديك آمين وبقدر حبك فيه آمين أنس وحشتنا وارحم غربتنا آمين تقبل منا أقبلنا آمين بجاه النبي الكريم وآل بيته الطيبين الطاهرين ارحم موتانا وموتى المسلمين وارحمنا عند العودة إليهم يا رب العالمين بجاه النبي الكريم وآل بيته الطيبين الطاهرين وبسر سوى الفاتحة اللهم صل